هذا من البدع أن يعول على هذا العدد بأن يفرع من خلال 40 يوما أو 70 مرة أو 3 مرات يفرع عليها أدعية معينة أو علاج معين على أنه سيحصل له كذا من الخير أو يندفع عنه من الشر كذا، فهذا من البدع، لأنه لا يذكر الأجر المترتب على هذا الفعل إلا من له علم بالوحي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من تلقى هذا العلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم استند المتصل الصحيح. ما عدا ذلك يكون ابتداعا، قد تجرب بعدد آخر فينفع الله به. التجارب يجب أن تكون في محيط الشرع ولا يؤخذ بكلامه رحمه الله على وجه الإطلاق. فلعل ما يؤيده في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين العلاج الشرعي والحسي، فإنه لما لدغته عقرب صلى الله عليه وآله وسلم استعمل الملح وقرأ المعوذتين، لكن لا يقيد هذا العلاج الطبيعي بعدد من هذه الورقات أو غيرها. ما ثبت نفعه عن طريق الحس فلا إشكال، لكن لا نحدد عددا معينا، لكن ربما أنه يثبت عن طريق الحس أنه المادة المعالجة في هذا الشيء لا تكفي للقضاء على المرض، فنحتاج إلى زيادة العدد مرة أخرى، وله دليل شرعي وهو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل فقال: إن في بطن أخي وجعا، قال: اسقه عسلا، فما زاده إلا استطلاقا. فأتاه في المرة الثانية فقال: اسقه عسلا، فأتاه في الثالثة فقال: اسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك، فشفاه الله. يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، يقول: إنه لما سقاه في المرة الأولى لم يكن العلاج كافيا لإزالة هذه المادة الفاسدة في بطنه، فسقاه مرة أخرى فلم تكفي، فلما سقاه في الثالثة هنا ناسبت كمية هذا العسل مع هذا الوباء وهذه الأخلاط فشفاه الله عز وجل. ولذلك لو زاد بعضهم في الجرعة قد يهلك الإنسان، فلربما أن هذه 7 التي ذكر رحمه الله أنها ليس لمظنة فائدة العدد، لا، وإنما لأن هذه 7 ربما أن مجموع ما فيها من علاج حسب التجربة ناسب ما يكون في علاج هذا السحر إضافة إلى العلاج الشرعي.